السلام عليكم. لو في جزء معين عجبك وعايز تاخده صورة صفح المكتب بتاعك، وعايز تبعته لحد صحابك، فبعد ما ترفعه بتدور على الموقع ترفع عليه الصورة وتبعته لحد صحابك. ففي برنامج سهل وبسيط، كل اللي انت بتعمله ان انت تاخد صورة، يعني مثلا هتدوس برنت سكرين، تمام، فهياخد للشاشة كلها. هتدوس الت برنت سكرين، هياخد للشاشة الفعالة دلوقتي، تمام. هتدوس كنترول بريد سكرين، تمام، هيقول لك اختار جزء معين، فمثلا اختار الجزء دوت، تمام، هيرفعها ويديك الرابط بتاعها بحيث ان انت تقدر تبعتها لاي حد من صحابك. ده الرابط اهوت، تقدر تقول له كوبي، تقدر تقول له ابلود، تقدر تقول له داونلود، تقدر تدوس عليه مرتين يفتحه لك. الرابط ده تقدر تحطه بقى في رسالة لصاحبك او على الشبكات الاجتماعية وهكذا.